كان ناصر، اهلا بكم مشاهدينا الى هذا الموعد المحلي والذي نستهله بارهابي الطرقات، حيث لقي 7 اشخاص مصرعهم واصيب 33 اخرون بجروح في حوادث مرور متفرقه بولايه تيزي وزو خلال النصف الاول من شهر اوت الجاري حسب ما افادت به مصالح والدرك الوطني. وكان قد وقع اخر حادثين امس اسفر عن وفاه اقول شخصين واصابه اخرين، في حين أكدت ذات المصادر أن العامل البشري هو المتسبب الأول في هذه الحوادث. أمنيا حجزت أو سحبت أقول مصالح أمن ولاية الجزائر خلال شهر جويلية أزيد من 3068 رخصة سياقة حسب ما أفاد به بيان لمصالح أمن العاصمة، على خلفية 10437 مخالفة مرورية، كما تم تسجيل وفاة شخصين وجرح 66 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة ب 59 حادث مرور. وأفادت ذات المصادر أن الحوادث ناتجة عن عدم احترام قانون المرور بالدرجة الأولى. إلى ولاية وهران، حيث نشب حريق داخل شقة بشارع بودلية محمد بوهران، ويعود سبب الحريق لشرارة كهربائية. هذا وتدخلت مصالح والحماية المدنية لإخماد الحريق الذي خلف خسائر مادية كبيرة، فيما لم تسجل أي خسائر بشرية. إلى الشرق الجزائري، حالة من الفوضى تعرفها مختلف النقاط الحدودية بسبب توفد عدد كبير من الجزائريين المتوجهين إلى تونس، مما خلق طوابير امتدت لأزيد من 5 كيلومترات من نقطة العبور. أصحاب السيارات عبروا عن امتعاضهم من سكوت الحكومة عن التسعيرة المفروضة عن السواح الجزائريين والمقدرة ب30 دينارا تونسي. عبد الناصر قلال رصد التالي. أنا 6 الصباح وحوالي ساعة ونص وأنا في المردومو هذا، مش في لاشين، في المردومو. السكري هذه دارت لافير تاع 30 دينار ومن حقنا ما نخلصوهاش، كيما ما يخلصوهاش التوانسة ما نخلصوهاش حنا. عندي مرضى ورايحة يعني مع الدواء، وهنا تشوفينا في المشكل هذا ديما. والمشكل هنا تاع 30 دينار تاع التوانسة هذه يعني ما فهمناش احنا كيف احنا نخلصوهم ما يخلصوهاش. تحت لحقنا 5 ديمات ولا 4 ديمات والغاشي يجوا منا يعطيها يدي كلاسي ويعاود يفوتوا هكا يحرقوا ويروحوا، شغل ما كاش كاع اللي يهضر معاهم في دي تريس ويفوت، وحنا نقعدوا في سيركيلاسيون الحق لتونس في الليل ان شاء الله ولا غدوة ولا. يا خوتي رانا من البارح بيتنا اللي هنا هاك تشوف لاشين حتى نوراهم يصرفوا، النظام ما كانش. موضوع آخر، أين يعيش سكان البوادي بمختلف المناطق النائية في خطر دائم بسبب الأفاعي والعقارب التي أصبحت تتسبب لهم في إعاقات دائمة؟ الشاب عرفة من ولاية البيض واحد ممن يعانون من هذه المعضلة، نتعرف عليه مع نور الرحماني. وعرفة الدين يدفع قارورة الغاز برجل واحدة، فالرجل الثانية ذهبت ضحية لدغة أفعى سامة تسببت في بتر رجله منذ شهر، ومن وقتها يعيش بإعاقة ورجل اصطناعية والكثير من المتاعب والمشاكل اليومية. كنت سارق لنا نشتي لها، جيت ناس بتدر البلاط بلاطر، طلعت البيض قال البلاطر الصبيطة تاع البيض تروح اليومين ثلاثة فوتني الوهرة، كيف فوتني الوهرة قال لي ما يصلحش البلاط من الصبيطة تاع البيض. واش قطعوا لك يا سيدي؟ قطعوا لك راعي. منين كاع منين؟ تحت الركبة شوي. العقارب والأفاعي لا زالت تحطم الحياة بولاية البيض وضحاياها كثر، وعرف الدين واحد منهم، فمنهم من قضى نحبه ومن بقي على قيد الحياة فهو محمل بالكثير من المتاعب ويفتقد للكثير من الضروريات. كنت مسالم من رجال كي تروح مقطوعك راعي، كي طلعت ما كي نقول لك ما نيش نترك راعي كي كيف مقطوع تسمى حاجه غريبه، خاصني بروتونات زيت، خاصني موطو باش نقل من الخدمه كي هكا بليصه. بالتاكيد ان دراجه ناريه لن تنصب عرف الدين في رجلها ولا يوم مصيبتها، الا انها ستخفف وبالتاكيد الكثير من متاعبها، على الاقل ستساعده في توفير لقمه العيش لاسرتها.
إلى موضوع آخر، حيث استطاعت الصور الطبيعية المجسدة في الشلالات بمنطقة الترغنية بتنس ولاية شلف أن ترسم لوحة تتزاوج فيها ثلاثية رائعة، جمال، هدوء وطبيعة خلابة. رشيد مشرب وحميد عوادي. ينهمر الماء وينساب من ارتفاعات عالية، هيبة لن يشعرها بها إلا من يقترب من موقع هذا الشلال الواقع بمنطقة الترغنية بمدينة تنس الساحلية. في منطقة تراغنية تابعة لبلدية تنس، وبطبيعة الحال هذا شلال طبيعي يقصده السواح من مختلف مناطق الوطن، رغم الكوارث الطبيعية اللي تعرض لها في الحملة تاع 2001 و2012، إلا أنه ما زال يعني الشلال هذا متواصل. ثلاثية جعلت من هذا المكان تحفة طبيعية نادرة، جمال، هدوء وطبيعة خلابة جذبت هؤلاء الشباب القادمين من ولاية المدية الذين التقينا بهم هنا. في منطقة سياحية، هواء نقي، ما ما شلال، ما عاد تشرب، تعوم، تريح، آلات مام لا سيكوريتي، ما تخافش، تقدر تبات. جينا هذه بلاصه لتنس، بالضبط بلاصه اللي اسمها سيدي حمداس ناس. كما راكم تشوفوا رانا هنا كيما لا كاسكاد، هذه شابه بزاف، الواحد يبدل شويه شغل، دائما الخدمه القرايه الخدمه، كنا نبدلوا شويه نخرجوا. منطقة سياحية من الدرجة الأولى، تموقعت بين أشجار الصنوبر والجبال، طبيعة عذراء بحاجة لكثير العناية والاهتمام. بهذا نختم معكم الموعد المحلي، وعودة إلى ناصر.